الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فكل عام وأنتم بخير، والعود أحمد إن شاء الله تبارك وتعالى. في متابعتنا لشرح والتعليق على تدريب الراوي للسيوطي، كنا قد وقفنا عند الحديث المرسل، وذكرنا أن الإرسال نوع من الضعف، وقد فهمنا فيما سبق أن المرسل سواء كان من كبار التابعين أو من صغار التابعين، يرى كثير من المحدثين أن هذا النوع ضعيف. لو وجدنا حديثا مرسلا فجمهور المحدثين وكثير من علماء الفقه والأصول يضاعفون الحديث المرسل، ولهم مبررات، قلنا هذا لكي نفهم ما سنقرأه اليوم أو ما سنشرحه اليوم. كلمة مرسل معنى إيه؟ ما معنى كلمة مرسل؟ كما قلنا سابقا معناها الإطلاق وعدم التقييد، أو عدم ذكر من رويت عنه المادة العلمية أو رويت عنه الخبر. هب أنك رويت المعلومة عن شخص يسمى سعيد، وأنت تروي الحديث لابد أن تذكر سعيدا باعتبار أنه شيخ لك، فلو أنك أسقطته ولم تذكره كان ذلك يدخل في مسمى الحديث المرسل. لكن كما قلنا، خدم علماء الحديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدراسة السند، فإذا كان السقط في آخر السند من جهة الصحابي سمينا ذلك مرسل، أما إذا كان السقط في أول السند من جهة الإمام أو من جهة العالم أو من جهة المؤلف أو المصنف سميناه معلقا. يبقى المفروض أن السند يكون إيه؟ متصل. المفروض أنك تروي الحديث عن شيخك وشيخك يرويه عن أستاذي، وهكذا إلى أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية، هذا هو المفروض. فشرط الاتصال شرط مهم جدا في الحكم على الحديث بالصحة، وإحنا قلنا قبل كده لكي يكون الحديث صحيحا لابد من توفر 5 شروط: الاتصال والعدالة والضبط، عدم الشذوذ، عدم العلم، هذا أمر متفق عليه. لكن إذا لم يكن الحديث متصلا لا يكون صحيحا، إذا لم يكن الحديث متصلا فقد شرط الإيه؟ فقد شرط من شروط الصحة. من الأنواع التي فقدت شرط الصحة الحديث المعلق، الحديث المعلق. يبقى لما تجد في كتاب معين وهذا حديث معلق تفهم تلقائيا أنه حديث إيه؟ ضعيف. ما سبب الضعف؟ أنه لم يتم الاتصال، لكن وصف الحديث بالمعلق إنما يكون في أول الإيه؟ في أول السند. أما إذا كان السقط في وسط السند، في وسط السند فيسمى منقطع. يبقى إذا وجدت حديثا وصف بأنه منقطع تحكم عليه بإيش؟ بالضعف. وسبب الضعف إيه؟ لأن إحنا عندنا أمرين: الأمر الأولاني الحكم على الحديث، والأمر الثاني علة الحكم. يبقى في حكم وفي علة الحكم. أنا حكمت على الحديث بالضعف، طب علته إيه؟ إيه السبب إن الحديث ده ضعيف؟ لأنه إيه؟ فقد شرط الاتصال. يبقى الحديث المعلق ضعيف لأنه فقد، الحديث المنقطع ضعيف لأنه فقد شرط الاتصال. الحديث المعضل، المعضل
عبارة عن، صرحنا هذا كلام بس عشان نفهم اللي هنقول، حديث المعضل حديث سقط من سنده راويان فأكثر، ليس راويا، لا راويان فأكثر. المفروض أنك تقول واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، هذا المفروض لكي يكون الكلام سليم. لكن هب أنك قلت واحد عن خمسة، يبقى أنت أسقطت إيه؟ اثنين وثلاثة وأربعة، كان حديثك حينئذ معضلا. هب أنك قلت عن خمسة وأسقطت واحد واثنين وثلاثة وأربعة، يبقى هذا حديث إيه؟ معضل. يبقى الحديث المعضل ما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي، على التوالي. يبقى إذا وجدت حديثا موصوفا بأنه معضل كان حكمه إيه؟ ضعيف. إيه علة الحكم؟ فقد شرط الاتصال. يبقى إذن الحديث المعلق ضعيف لأنه فقد شرط الاتصال، الحديث المنقطع ضعيف لأنه فقد شرط الاتصال، الحديث المعضل ضعيف لأنه فقد شرط الاتصال. نأتي إلى الحديث المرسل. الحديث المرسل في سقط ضعيف، ما سبب الضعف؟ لأنه فقد شرط الإيه؟ غاية الأمر كما قلنا وكررنا مرارا أنك ترى الانقطاع في وسط السند والتعليق في أول الإيه؟ والإرسال في آخر السند. السند دايما له طرفان، أي سند، وإحنا قلنا سابقا هذه ميزة خاصية لعلم الحديث، أن أي معلومة حديثية أو أي نص حديثي لابد أن يعتمد على السند، لابد أن يعتمد على الإيه؟ أي معلومة، أي حديث رويته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له سند متصل من عندك إلى رسول الله. فإذا لم تكن المعلومة أو الحديث أو الخبر لا سند له، لا قيمة له عندنا. يبقى كل خبر لا سند له لا قيمة له عندنا. إذن أنا بأدرس السند، وقلنا لابد أن يكون السند متصلا من عندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السند غير متصل من الأول من طرفك أنت، كان الحديث معلق. فإن وصلت إلى نصف السند ولم يحدث الاتصال، كان الحديث منقطع. فإذا سقط اثنان فأكثر التوالي من أي منطقة من السند، كان معضلا. فإن كان السقط من آخر السند من جهة الصحابي، كان مسمى إيه؟ مرسلا. إذن الحديث المنقطع والمعلق والمعضل والمرسل الحكم عليهم إيه؟ حد بالضعف. وعرفنا السبب؟ عدم الإيه؟ إذن الآن هب أن صحابيا وهم تلامذة رسول الله، ونحن قلنا لا يسمى هذا الرجل صحابيا إلا إذا رأى رسول الله، لا نقصد الرؤية البصرية، لأن قد يكون كفيف مثل عبد الله بن أم مكتوم، إنما نقصد المعاصرة وكلامه لرسول الله وكلام رسول الله معه. هذا الصحابي افترض أنه لم يسمع النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعوش، أسميه مرسل لأنه روى شيئا لم يسمعه. يبقى إذن الصحابي الذي كان صغير السن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى لي أحاديث عن رسول الله، أسمي حديثه إيه؟ مرسل. يبقى مرسل صحابي، بس لابد أن أقول مرسل صحابي. تفهمون هذا الكلام؟ يعني مثلا خذ سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما، هذا كان صغير السن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني توفي الرسول وعمره لا يتجاوز الحلم، يعني 12-13 سنة. لكن يروي لي ابن عباس 1660 حديث، 1660 حديث، 80% منهم مرسل، 80% لم يسمعه بأذنه من رسول الله، إنما اللي سمعه من الرسول الذي قال فيه ابن عباس سمعت رسول الله، شاهدت رسول الله، أردفني رسول الله خلفه، لا تتجاوز 70 حديث من كام؟ يبقى إذن بقية 70 أسميها أحاديث إيه؟ مرسلة.
يبقى الصحابي لو روى حديثا لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سميته حديثا مرسل. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن قد ولدت بعد حين نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك روت لي حديث أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصادقة في النوم. أسمي حديث إيه؟ حديث مرسل. إيه سبب الإرسال بقى؟ لأنه غير مسموع من الرسول. ومع ذلك علماؤنا جميعا اتفقوا على أن مراسيل الصحابة حجة، مراسيل الصحابة فقط، مراسيل الإيه؟ حجة، يعني تأخذ حكم المتصل لكن مش متصلة. فرق بين أن أقول هذا حديث متصل وبين أن أقول هذا حديث في حكم الإيه؟ يبقى كلام السيدة عائشة رضي الله عنها حين تروي لي حديثا لم تعاصره أو لم تكن موجودة أو لم تسمعه من رسول الله أسمي حديثها حديث إيه؟ مرسل، ضروري أسميه مرسل، مراسيل الصحابة. لكن حكم إيش؟ أيوة، يأخذ حكم الإيه؟ وما دام يأخذ حكم الاتصال يبقى حكم صحيح. ولذلك جماهير المحدثين وعلماء الفقه والأصول اتفقوا جميعا على أن مراسيل الصحابة حجة. مراسيل الصحابة إيه؟ حجة. حجة يعني إيه؟ لأنها أخذت حكم الإيه؟ الاتصال. يبقى إذن الآن مراسيل الصحابة حجة. لماذا بقى مراسيل الصحابة حجة؟ هو ما عدا واحد فقط اسمه الإسفرائيني قال لا، أنا لا أعترف بمراسيل الصحابة ويراها ضعيفة. ده أبو الإسفرائيني، ده هو الوحيد وشق عصا الطاعة ولم يوافقه أحد على هذا الرأي. يبقى جميع العلماء متفقون على أن مراسيل الإيه؟ حاضر. مراسيل الصحابة حجة، وهي تأخذ حكم الإيه؟ المتصل. ما اوعى تقول متصل لأنها ليست متصلة، لأن الصحابية لم يسمعه من رسول الله. أبو هريرة رضي الله عنه روى لي عن الرسول 5374 حديث، 5300، وهو لم يعاصر رسول الله إلا 4 سنوات فقط. إذن معظم مروياته إيه؟ مرسلة. لكن صحيحة ولا غير صحيحة؟ إيه الحلة بقى؟ يعني لما يأتي واحد من التابعين، شيوخ التابعين من؟ صحابة، أسذتهم الصحابة. فيأتي واحد من التابعين مثل الحسن البصري أو محمد بن سيرين ويقوم قال رسول الله، يقول إيه؟ يقول لك قال رسول الله عن الحسن البصري قال رسول الله. طب أنت لم ترى رسول الله، أنت لم تعاصر رسول الله، يبقى أنت يبقى حديثه إيه؟ مرسل. ليه مرسل؟ لأنه أسقط الإيه؟ أسقط شيخه أو غيره كما سنبين، وهو ضعيف. ليه بقى؟ ايه الفرق بين اقول ان مراسيل الصحابة حجة واقول مراسيل التابعين ليست ايه؟ حجة. ليه اقول مراسيل الصحابة صحيحة ومراسيل التابعين ضعيفة؟ ما الاثنين يشتركون فين؟ في الارسال. قال لك لا، هي المشكلة عندي اللي انا خايف منه ان الساقط الذي لم يذكر في السند ربما في عند التابعين ربما يكون زميل له تابعي مثله، ربما يكون الساقط عند التابعي ايه؟ تابعي ايه؟ وربما يكون صحابة، الله أعلم. يبقى انا اصبحت ايه؟ في حالة شك، اصبحت في حالة ايه؟ لكن الصحابي غالبا يروي الحديث عن الرسول مباشرة او يسمع من من؟ صحابي مثله. إذن الساقط عند مراسيل الصحابة إيه؟ 99% صحابة، وجميع الصحابة عدول، لأن آفة الخبر الكذب. الصحابة لم يكذبوا، الصحابة إيه؟ لم يكذبوا، إنما توقع الكذب من غيرهم موجود ومحتمل. ومن هنا حكم العلماء على أن مراسيل الصحابة حجة، لأن الساقط ها صحابي غالبا والصحابة جميعا إيه؟ جاءنا الإسفرايني قال ألا يمنع
ألا يحتمل أن يروي الصحابي عن تابعي؟ أليس من الممكن أن يروي الشيخ عن تلميذه؟ محتمل أو لا؟ محتمل. هو يقول ما المانع أن يروي الصحابي عن تابعه؟ قلنا لو هذا إذا روى الصحابي عن تابعي فهو يصرح باسمه، هو يصرح بمين؟ باسمه. فإن رواية الأكابر عن الأصاغر عندنا معلومة، رواية الشيوخ عن التلامزة معروفة فمحصورة. إذن الآن اتفق العلماء على أن مراسيل الصحابة حجة ومراسيل التابعين، والسبب في ذلك عدم إيه؟ عدم الاتصال. نعم خلاص، ما انتظر أنا فاهم إيه اللي انت عارف. لكن إذن الآن بدأنا نقول يا جماعة مراسيل التابعين هي ضعيفة، لأن الواسطة الساقطة الذي سقط من السند ربما يكون إيه؟ وقد تبين لنا أن ستة من التابعين، شوف ستة من التابعين روى بعضهم عن بعض، تجد السند كله إيه؟ تجد السند كله تابعي، دي تابعي وده تابعي وده الله، وليس صحابيا. إذن شيخ التابعي إيه؟ تابعي وليس إيه؟ بل وشيخ التابع الشيء تابعي كذلك. إذن الآن وجدنا ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، لابد أن تدرس، لابد أن يدرس هذا الإنسان. أما إذا كان صحابيا كما قلنا الآن فقد عدله ربه سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فالصحابة جميعا إيه؟ عدول. فلا نخاف شيئا من مراسيل الإيه؟ مين اللي خالف؟ الإسفرايني. حجته إيه؟ ربما يروي الصحابي عن، قلنا له على رسلك، لو روى الصحابي عن تابعين فهو يصرح باسمه ويبينه لنا فيعرف بذلك هذا الرجل إن كان ثقة أم غير ثقة. تعال بقى يا أيها التابعون، ما مراسلكم كلها ضعيفة؟ بدأ العلماء يقولون نعم. الشافعي قال لا، مراسيل كبار التاب كبار، بقى بدأنا نفرق ما بين إيه؟ صغار التابعين وكبار التابعين. كبار التاب ما معنى كبار التابعين؟ لأن إحنا الصحابة برضو قسمناهم إلى قسمين، كبار صحابة وصغار صحابة. لسنا نعني بالصغار يعني الأقزام، لا لا لا، الصحابة كبار الصحابة هم الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طويلة وسمع منه أحاديث كثيرة، وصغار الصحابة الذين ولدوا في وقت متأخر ولم يسمعوا من الرسول إلا النذر اليسير، ده اسمهم إيه؟ كبار الصحابة. ولا فرق عندنا بين مراسيل كبار الصحابة وصغار الصحابة. أما التابعون فقد قسمهم العلماء إلى إيه؟ قسمين، كبار تابعين وصغار تابعين. قالوا كبار التابعين، ما معنى كبار تابعين؟ الإشارة التي يبين لك أن هذا الإنسان من كبار التابعين أن يكون معظم أساتذته وشيوخه من الصحابة، معظم إيه؟ من الصحابة. لم يسمع من التابعين إلا النذر اليسير، إنما معظم معلوماته أخذها عن مين؟ مثل الحسن البصري، مثل ابن سيرين، مثل كل دول، سعيد بن موسى، كل دول معظم مشايخهم وأساتذتهم منين؟ سميتهم ايه؟ كبار تابعين. فقالوا لك مراسيل كبار التابعين حجة، تلحق بايه؟ تلحق بمراسيل الصحابة، لأنهم غالبا لا يرون إلا عن مين؟ عن الصحابة. الشافعي قال لا، أنا لن أقبل مراسيل كبار التابعين إلا بشروط. فبدأ يضع ايه؟ بدأ يضع ضوابط وشروط لقبول مين؟ كبار مش صغار، كبار التابعين كبار. إذن الآن كلام الإمام الشافعي قيد قبول المرسل بكبار، بس ولكن بإيه؟ ولكن بشروط. من هذه الشروط بقى إن هذا المرسل الذي جاء عن كبار التابعين لابد أن يوجد له مقوي معضد، لابد أن يوجد له طريق آخر يروى به عشان لكي يكون الطريق ايه؟
سليم، يبقى لابد أن يكون له عاضد. عاضد يعني إيه؟ مقوي. أدي واحد. ثانيا، أو يفتي به بعض الصحابة. الكلام اللي قاله الرجل من كبار التابعين لكي يكون صحيحا لابد أن يفتي به إيه؟ أحد الصحابة، علشان يبقى له وضع وله ثقل في ميزان المصطلح. وأيضا لابد أن يشارك هذا الرجل المرسل من كبار التابعين حفاظ، حفاظ مأمونون لم يخالفوا. معنى هذا إيه؟ أن الشافعية لم يقبل مراسيل كبار التابعين على الإطلاق، بل وضع لها إيه؟ بل وضع لها ضوابط وشروطا. قالوا لنا لا، هو قبل مراسيل سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب ده توفي سنة 95، وهو متزوج ابنة أبي هريرة. إذن كثير من المعلومات اللي عندي سعيد بن المسيب ها واخدها من أبي هريرة. فقلنا لهم لا، الشافعي قال إيه بقى؟ أنه يقبل مراسيل سعيد بن المسيب كلها. فالبعض فهم إن هو بيقبل مراسيل كبار التابعين بناء على كلام مين؟ على كلامه في قبول مرويات مين؟ قلنا لهم أبدا، ده بالعكس، نحن وجدنا مراسيل، وده كلام بقى أرجو أن تفهموا، وجدنا مراسيل لابن المسيب أو ابن المسيب فيها الوجهان لم يقبلها الشافعي، لأنها لم تؤيد، لم تقوى، لم تعضد. إذا كلام الشافعي ليس على الإطلاق، فليست كل مراسيل سعيد بن المسيب قبلها الشافعي، بل هناك إيه؟ مراسيل رواها سعيد بن المسيب لم يقبلها مين؟ لم يقبلها الشافعي، لأنه لم ينضم إليها ما يؤكدها. لأن شرط أساسي عند الشافعي أن كبار التابعين تقبل بإيه؟ بشروط. لابد أن يوجد ما يؤيدها، ما يوجد ما يعضدها. فمثلا سعيد بن المسيب روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من ضرب أباه فاقتلوه، من ضرب أباه فاقتلوه. سعيد بن المسيب لم يسمع رسول الله. هذا مرسل نسميه مراسيل مين؟ سعيد بن المسيب. وهذا النص موجود في كتاب المراسيل لأبي داود. الشافعي ما قبلوش، لم يقبل هذا الايه؟ هذا الإرسال، لأنه لم يوجد له ما يقوي أو يؤيد، لا من فتاوى الصحابة ولا من رواة آخرين غير سعيد المسيب ولا حد، يعني من شجرة مقطوعة. فهل معنى أن الشافعي قبل مرويات مراسيل سعيد بن المسيب على الإطلاق؟ قلنا لا، لابد أن يوجد لها إيه؟ ما يؤيدها. فقد رفض الشافعي قبول مراسيل سعيد بن المسيب في بعض النصوص التي لا يوجد لها إيه؟ مثل من ضرب أباه فاقتلوه، ومثل دية المعاهد. دية المعاهد برضو سعيد بن المسيب روى، إنما الشافعي قال لا، أنا لا يوجد عندي ما يؤيد كلام سعيد بن المسيب. إذن لا يحمل كلام الشافعي على الإيه؟ ولا ينبغي أن يؤخذ كلام الشافعي فيعمم على جميع مراسيل كبار. إذن الآن حين قال الشافعي لا نقبل إلا مراسيل سعيد بن المسيب لم يكن على الإطلاق، بل وجدنا الإمام الشافعي احتج بمراسيل كبار التابعين غير ابن المسيب، لأنه وجد لها إله إيه؟ لأنه وجد لها ما يقويها أو ما يعضدها، مثل النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي، هذا كلام رواه الحسن البصري. مراسيل الحسن الإيه؟ الشافعي إيه؟ الشافعي قبله، لأنه وجد له إيه؟ ما يعضده أو ما يقويه. النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، برضو الشافعي قبله لأنه وجد له إيه؟ إذن ولذلك لو قرأنا كتاب الأم ومختصر المزني سنجد أن الشافعية أحيانا لا يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب، وأحيانا يحتج بمراسيل غير مين؟ غير لأن العبرة عنده إيه؟ بوجود ما يؤيد أو ما يعضد هذا الإرسال الموجود عندنا. ومن هنا الآن سنقرأ كلام الإمام الشافعي في هذا،
في قضية مراسيل كبار التابعين. يلا في واحد منكم كده صحيح القراءة؟ من منكم يتولى القراءة؟ أنت ساقرأ صحيحا؟ ها؟ كن صوتك عالي لكان أنا سأعلق على القراءة. نعم. أيوة سمي الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأولى اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمصلي إلا مع لا اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج. لا يحتج مين؟ الشافعي خلاص بالمرسل. وأنا قلت منذ قليل إن الشافعي مع طائفة من المحدثين والفقهاء حكموا على الإرسال بالإيه؟ بأنه ضعيف. وإن الشافعي احتج بكبار بمرسل كبار الإيه؟ قلت هذا الكلام. فشهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل، الكلام ده كلام مع مين؟ مع كبار الإيه؟ التابعين. إلا بمراسيل مين؟ سعيد بن المسيب. كويس. المصنف اللي هو الإمام النووي، وشرح المهذب ده كتاب ضخم جدا، من أراد منكم أن يكون فقيها من الطراز الأول ومحدثا من الطراز الأول يقرأ كتاب المجموع للإمام النووي شرح المهذب، هذا كتاب لا مثيل له. فقال المصنف اللي هو مين؟ النووي في شرح المهذب، شرح المهذب اسمه إيه؟ المجموع. نعم. والإطلاق في نفي والإثبات غلط. انتظر. أيوان الإمام النووي، الإمام النووي في كتابه المجموع، وإحنا قلنا المجموع ده شرح فقه موسع وبيتعرض للنص الحديثي ويبدأ يحكم عليه، فيقول إيه الإمام النووي؟ كوننا ننفي الاحتجاج بالمرسل على الإطلاق أو نثبت إن الشافعي بيحتج بالمرسل على الإطلاق ده غلط. تاني، يبقى إذا كنا حنفهم كلام الشافعي أنه لا يقبل المرسل على الإطلاق أو يقبل المرسل على الإطلاق ده غلط. تفهمون هذا الكلام؟ إذا النفي على الإطلاق لا يصح، وإثبات الاحتجاج بالمرسل على الإطلاق لا يصح. ما إيه الذي يصح؟ ما الذي يصح؟ أنه يحتج بالمرسل بالشروط اللي احنا قلناها، إذا كان هناك طريق آخر، إذا كان هناك ما يعضده، إذا كان هناك فتوى إلى آخره. فإذا فقدنا شرطا من هذه الشروط لم يقبل الإيه؟ المرسل. أفهمتم هذا الكلام؟ اتفضل بقى. بل هو يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا بها أيضا. إذن قبول الإمام الشافعي، قبول الإمام الشافعي لمراسيل سعيد بن المسيب مشروطة وليست على الإيه؟ وليس بل إن سعيد بن المسيب أو يجري عليه ما يجري على الآخرين من كبار الإيه؟ لابد من وجود ما يؤيد ويقوي هذا الكلام الذي نقله سعيد أو غيره.